هلا هلا هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي تشوفون الحين صيف قاسي، على وشك كنا نموت، وكل هذا في سبيل منو؟ صديقنا أو ديناميت واكسبلوسيف. ليش؟ لأن الحين الجماعة ما قاعد، يعني درايد أند دايد، درايد أند دايد، كله قاعد اسمه يموتون. فشو بنسوي؟ بحاول أزيد عدد المزارع او الاستورات، لان الاستور فعليا ما قاعد يوصل لهم. هني شوفوا الاستورات ما قاعد توصل، فبحتاج استور يوصل الكل. يعني هذا يوصل للستور، هذا يوصل للستور من الاستورات اظني، بس محتاجين بعدنا نحط استورات ثانية تسوي حلقة توصل ما بينهم. موضوع يعني مش حلو صراحة انك تسوي شيء نفسي مش جميل سياحي صراحة. فبنحط ستور هني على امل انه يحل المشكلة، ان كل ما نمتد بالمدينة تستوي الاوضاع شوي صعبة اكثر من قبل، ترى يعني ما تكون بنفس السهولة. ممكن تخلص حسب الستور زين، الاوضاع ما تكون بالسهولة اللي تتخيلونها ترى. يعني هني بيكون تخزين بسيط، هناك تخزين بسيط، ومحتاجين ناس زيادة صراحة تشتغل. التقدير اللي انا قدرته للمكان اظني كان غير كافي، وظلم المكان وايد لان كل شيء ميت الحين. فالوضع صعب جدا صراحة. كرت بوتيتو، يعني هذا الحين شو بوتيتو؟ بوتيتو صح، هذا برتايس بوتيتو، هذا بوتيتو. اول شيء خلص البطاط، هذا شو عندنا؟ كرت صح. انت روح على الكرت اولوية، انت روح على القمح اولوية، كل واحد. لان انا اتصورهم بعد شو يسوون، يروحون اماكن بعيدة عنهم، ولان هالاثنين كانوا ماسكين مكانهم عادي على البيتين هاي، بس الحين شوي خربط صوت الدنيا ما اعرف ليش. يا ليت هو المثل يستوي اسرع صراحة، المثل ترى بطيء يا جماعة الخير، بطيء بطيء، في بطء، في بطء كبير يعني. بس عندنا نحن هني سكراب كم عندنا في المدينة؟ عندنا 200 وشي، يعني المفروض هذا قريب الحين شو يسوي؟ يخلصنا من الموضوع هذا ونبدا بعدين بالورق. شو اخباره؟ ترى وايد اشياء عندنا ناقصه، عندنا لوجز ناقص، عندنا شو اسمه اكل ناقص، اكل كان عباره عن كارثه الموسم الماضي. الحين ان شاء الله يبداون يعني يسوون مره ثانيه كل شيء اوكي على امل. اذا هذا يحتاج مفروض يرجعون لهذا الاول البطاطا، فالبطاطا يرجع ولا الاكل يرجع لشوي البخ الاول. الحين قاعد نسوي خبز، ما خبز على الاقل في عندنا قمح، بس الاول ما كان في شيء ترى، فهذه مشكله ثانيه. الحين هالموارد مش مشكله، نفس الاكل، الاكل والماي اذا نقصوا مصيبه. وحتى ما الماي هذا انا الحين قاعد احاول ابني، ما قاعد يجون يبنونه، لان شوي عندنا نقص في الماي صراحه. زين، الشيء التالي اللي نبغى، نحن قلنا ديناميت، ديناميت بنجرب اول شيء حبه، بنشوف كم يفجر، اخاف يفجر وايد ووهق نفسي انا، فهالشيء بعد بتاكد منه صراحه. انزين الحين هذا عليه اولويه قصوى، وهاي اللي قاعد يشتغلون على مناطقهم، هاي اللي يحتاجون ورق على اساس انه يكبرون الزرع مالنا اسرع. فنبى كميه من الزرع تكون، تشوف كيف وضعها، اذا وضعها اوكي هاي بحط وايد منها في المزارع الجديده. راح نسوي كميه مزارع يعني ان شاء الله بنسوي مملكه ضخمه جدا قدر الامكان. زين، الحين عندنا ريسيرش بوينتس، نقدر نبني اشياء نفس مونيمنت حلو، ونقدر نبني تمبل. نبى تمبل، عندي 700، عندي 700، نقدر نبني تمبل. تمبل شو يباله؟ 15 فيزيتر او ما استوى مكانه، والله كنت اتمنى يكون مكانه اوكي بالطريقة هاي، بس ليش ما يبي يبني هني بالطريقة هاي؟ يعني لازم خلني بممر زين، ممر واحد من هني، واحد من مرة ثانية مو بيكون اوكي. نقدر نسوي بالطريقة هاي بعد، كبر المدخل الرئيسي ماله، نسوي بالطريقة هاي بس على اساس انه يكون كبير. نسوي هني بعد، نقدر نحطي ممر اوكي، مش على اساس انا عندي الرفاهية الكبرى هاي، بس يلا. انزين
الحين الباقي هذا الكهرباء هاي الجميلة تشتغل عندنا، ما بقول لك شيء ثاني، لكن الكهرباء الجميلة بنقول، إذا اشتغلت الكهرباء الجميلة هذا مفروض يشتغل. طبعا هذا يبقى أساس ينتج اكسبلوسيف واحد 15 ورقة، ده 3 ورق انتج شو 15، 3 أوراق ينتج اكسبلوسيف واحد. وهذا شو يبقى لوك، هذا ينتج من الخشب بعد اسمه واحد، ونحن الخشب يعني أموره نوعا ما طيبة. خلنا نشوف الحين هالمناطق، هاي راح يساعدون حد ثاني لين هاي يوصل 100%. شوفوا الحين أوكي، الحين بيكون أفضل لأنه يكونون قراب من منطقتهم، ما له داعي يصيرون يبون عيد، لأن أظن الكرت يخلص بسرعة. البطاطا أسهل بالتعامل وياها، يعني مش نفس الجزر. خلي يساعدون الجزر بعدين يرجعون للبطاطا. أنا ما شفنا أصلاً هو كم وقت صح؟ ديز كروث 4، بطاطا 6، الويت 10. أوكي يعني الحين المفروض يتعاونون. إذا حسيت في حاجة بعد إن شاء الله، لأن أنا أظني بنحتاج حقول أكثر. الحقول نفسها ما قاعد تكفي. إنزين هلا 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 هلا. هذا الحين إذا توصل أقوى شيء بيكون. الحين ها بطريقة أو بأخرى تحسهم متوصلين مع بعض صراحة. أروم أوصل هذا هني ونسويهم كلهم كونكشن واحد، أظن أصلا موصل النهاية يسوي كونكشن واحد. هذا كم؟ أوكي يبا 350 يوفر، يبا 150. أوكي لا هذا زين، هذا مكانه وايد حلو ترى، قوي. نقدر أظني نزيدهم بعد ترى حبة، أظني يستوي عادي، يستوي نزيدهم حبة. إذا هذا بزيد الكهرباء ما عندي مشكلة، بس اهم شيء شو نسوي الحين؟ نبدا ننتج اكسبلوسيف، لان هاي الحين كيف وضعهم، هاي عليهم برايورتي، عليهم كل شيء. لان اذا ما بدينا ننتج اكسبلوسيف نتوهق. زي خلينا نشوف السرعه كيف. عندي 23 شخص غير موظف، فخلنا حطي يا جماعه الخير فارم هاوس هنا ولا 25 لوج. خرب بيت اللوج الحين كاسر ظهري حاليا صراحةً. الحين هاي شو اخبارهم؟ يو هني ولا ما يو؟ 61 اوكي خلهم هناك. اظن اثنين غير بيحلون معظم المشاكل على امل، بس لان من كثر الناس اللي عندي قاعد يستهلكونها في نفس الموسم فانا متوهق شوي، وما في صيد سمك او شيء من هالقبيل. خلنا نشوف هذا شو اخباره. هاي بالوغ يبا 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 يبا، بنشوف شو وضعه. الحين هذا بس يبنونه. عندنا لوجز، عندنا ترى يعني هني المدينة هاي ما عندنا اللوكس كله مدينة هاي. وانا اقول شو السالفة، وانا اقول زين هذا ما يسوي يخلصون الحين. ابرتاح والله، هو الازمة في واقع حياتي انا هذا. انا بتوقت اركويرت ماتيريالز في باله، يعني باله شوي خشب يا جماعة، دخيلكم دخيلكم، يبالي ازيد انتاج الخشب. ردي انتاج الخشب عندي على الاقصى حد ممكن. اذا يبنى هني ماي هاي المفروض يكبرون. هذه النظرية المالية حاليا اللي بنثبت تشوفها صح ولا غلط اليوم. يعني هذا تشوفونه، هذا وهذا، هذا وهذا مطولين للابد. ما يقهرون بالله عليكم؟ يقهرون والله. كونستراكترز كم واحد هني؟ 4 زيد 2 هني، عندنا 18 موظف باقي هني، باقي له واحد بيون موظفين هني. يعني هذا بس يبوا له واحد بيستوي الموظفين، بيسوي له برايتريز الكرت. هذا انت خلك على الكرت بالطريقة هذه هني. ايوه هي أولوية. أول شيء أنت على الجزر، على الجزر، على الجزر. أنت ما تروح إلا على هذا. أوكي الحين استوى هالاثنين، مفروض يعدلون شوي وزن الهارفست على أمل، لأن الحين مو باقي لشيء على السايكل هذا. ترى السايكل شبه مخلص، عرفتوا؟ بس غير إنه شبه مخلص يا أخي، والله أنا هذا بيهلكني.
تعرفون شو؟ خلونا اي وين اسوي جسر هني، بعد ما منه فايدة. خلونا ننزل هني جسر شارع زين، ونبني واحد هني وواحد طريقة هذه، نمدد البلدر زماننا. شوف construction is too far from builders build build more paths or new district. يعني نظريا اذا احط بلدرز هات هني مفروض نوعا ما يكون عادي. اوكي بلانكس مفروض وايد، بس ما تشوف انه وايد لان اللوج عندي هني بيض. ابى اخمل البقعة هاي كامل من كل الشير اللي فيها. اوكي اجي هني اسوي بالطريقة هذه كل الشير كامل زين، وبس شو اسوي؟ اسوي حق هذا على اساس يبنونه، ان هذا يوصل لفوق وهذا بيوصل زيادة. نيو ديستركت والله شغلانه، وانا مش متفيج اسوي هذا كله حق ديستركت جديد، ما راح يزيدني خير لان كل اللي محتاجينه شوي خشب ترى. زين نقدر نسوي هذا المكان مزارع خشب صح ولا ما ادري؟ احس انه بتكون غلطه، بس خلنا نجرب. بالطريقة هذا اني بالفورستري نزرعه، فورستري هني فورستر زين، نزرعه بالطريقة هاي. وهذا اللي وين يوصل؟ اوكي صبر، هذا خلنا نهدمه. يس ونيب لنا شارع، انا بخبركم الشارع ها شو بنسوي فيه. الطريقة هذي هني بني بلنا شارع هني، وبني بلنا دري هني، وبني شارع هني. ما اظن اني بشارع صراحة ما انا بشارع. خلنا نهدمه، نبى فورستر هني بس. اوكي هذا معناه نحن بني بنزرع شير، الشير هذا بيكون من هذا بأربع وعشرين يوم من هني لين هني، من هني لين هني، وهذا من هني لين هني بالطريقة هذه حتى لو شكلا. وهذا بنعطيه أولوية انه ينبني، وبنحط عنده واحد يقص الشير. عندنا وايدين، واحد اثنين بعد عادي صح، كلهم يقصون، والاثنين هاي بيقصون الشير كله زين. الحين هايل نبغى يشلون الروت مالهم. اوكي هاي بعد يعتبر خشب ترى، فبالتالي بالطريقة هاي انا اقدر شو اسوي؟ اسوي اوبتمايز، ولا يعني اللي عندي هاي 22 نفر اقدر استفيد منهم اكثر، غير ان استفيد منهم اكثر الاكل شوي قام يزيد، بس بعد تعبان جدا. زين الحين اني نكمل زراعة شير مالنا هني حق هذا خلاص، بس يعني يبنون الحين هذا يعني بيكون في زيادة في الخشب عندي شوي، وتوظيف للناس اللي عاطل عن العمل. انزين لان هذا انا بس رفع ضغطي ترى الحين كل هالخشب سبت هذا الموضوع كله. الحين وين المشكلة؟ وين انت كيف تجيب ماي من one connection to another؟ هذا
مصيبة ثانية يعني، إذا أنا أقدر، أنا نظريا أنا ما أعرف إذا أقدر أسوي خط مثلا هني في الوسط من النهر بالطريقة هذه ولين هني في المستقبل يعني، هذا معناه أنا أقدر شو أزرع راحتي. إنزين، فأنت الحين لوين توصل؟ لين هني. آه يوصل كامل، أوكي ما يوصل تحت هذا، كويس الله يسامحه. بنسوي بالطريقة هاي، بنسوي بالطريقة هاي، اللي يوصل له زين، اللي ما يوصل له برايح. انزين، هذا معناه بيستوي عندنا مجموعة شريدات، هيشتغل في واحد، هيشتغل في واحد، وهذا يشتغل بروحه. كنور 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 اسمه كنور 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 راح يدعم عدة عودة عسكرية مدري. زين، هذا مش عسكرية، استغفر الله، الكنور هذا اللي شل المعدات، عرفتوا؟ معدة المعدات. المهم، يا هي الشغلة هاي يا جماعة الخير، يا هي شغلة البوار، يا هي شغلة الدنيا. يعني في ألعاب إذا ما أخطط لها الحين، أنا مو مخطط عدل صراحة، لو مخطط عدل كان وضعي أحسن، بس وضعي تعبان. إنزين، إذا هاي مش قادرين يشلون كل شيء، هم بيساعدون بعض في كل الأحوال، فشو بسوي؟ نجيب واحدة هني زيادة، زين، على أساس يخلصون كل شيء أسرع، هم بيتساعدون في كل الأحوال، بس بعد واحد زيادة أحس أحسن. أنا عندي ناس عاطلة عن العمل، فليش ما أشغلها؟ على الأقل أستفيد منهم. يعني مثلا هذا قاعد يزرع الحين، شوي شوي بيزرع راحته في مي، وموسم الجفاف اذا يوم ما عندي اكل مصيبة اكبر منها كلها، فبحاول اتفادى اني اوصل يعني موسم هذا الجفاف، وصدق عندي جفاف الحين. هني نقدر نجيب مكان زراعي، نمد 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 ترى. زين الحين هذا بنى هني، معناه اذا بنينا هني نقدر نبني على امل هذا، ترى او مش اكيد، انا قاعد اسويه يمكن. أي يمكن، بس اذا هذا استوى ونزل بيحلي شوي مشكلة شير صراحة، بس بجرب، إذا ما جربت ما بعرف صراحة. هذا الوضع الأهم. انزين الحين شيء ثاني، الأكل. تعالوا يا أكل، أنتوا أعطوا أولوية لكل شيء. أنا يا أعطي أولوية، ما خلص خلص عندي شيء تي الحين، صح؟ هني عندي شير، هني عندي شير، هني عندي شير، هني مخططنا إنه يكون ديناميت هني. الطريقة هاي يعني حط لين هني، معناه هذا يوصل لهم ماي ويزرعون شير، ان هاي شغالين على قدم النساق، واذا وصل هني ماي يقدر اسوي هني مجموعة مزارع، مزارع مرتبة عدل يعني. بس الحين الهدف الاسمى مالي اني انتج خشب، انتاج الخشب الحين بيض، nothing to do in range، هم ما يقدرون يشتغلون الحين برا على المنطقة ترى، عرفتوا؟ هاي مشكلة ثانية بالنسبة لهم. انزين، برايهم هاي الاثنين، برايهم الحين هذا شو اخباره؟ يبوا له خشب؟ يعني بالله عليكم تجيبوا خشب هني بس ما تجيبونه حق هذا، صح؟ اللي حاط عليه برايورتي من سنة يدي، انتم ما تجيبوا له خشب، وهذا على طول يبتوا له خشب. ايوه يا جماعه، ايوه ايوه انا هذا محدد لنا كله ولا مو محدد لنا؟ حدد لنا فبنيب اللي يقصر خشب هني. ليش ما نحطيه فوق؟ خلنا نحطيه هني، وبنيب اللي يسوي هارفست حق اكل هني.
عايل بعد وظيفتين بيضيعون في شيء أسمى شوي، هذا بيجيب أكل، أنا بيجيب خشب، بيجيب خشب، بيجيب أكل. عايل حلو بعد ما يبغى لهم شيء، وهني بيداومون فيه أظني. أيوة يا وداوم فيه. آه هذا ما انبنى، ما يقدر يسوي شيء. إذا هذا خلص الجسر هذا، بيروحون هناك بيسوون كل شيء. يعني الموضوع عمد هذا، يعني هذا لو كنت مادن بس ما رضى، لأن هني ما رضى صراحة. جربنا ترون. أيوة هو ده الكلام، هو ده الكلام. أيوة. قطع الخشب كله، لا تخلي خشب في حاله. لو سمحت لو سمحت أبا بس أشيل هاي اللي هني هني، سوي خط شارع إذا أمكن صراحة. هني كم اثنين بلدرز بس يكفون وايد. أيوة هذيل هني انتو رايز بوتيتو. البوتيتو اخذوا على موضوع البطاط، يوم البطاط يخلص روحوا وين ما تبون، لان حاليا ما عندنا اكل، وهذه مصيبة المصايب، ما عندنا اي اكل. زين انت نظفت الشارع، ابا اسوي هني شارع بالطريقة هاي، ويسوي هارف، يسوون هارفس الباقي برايه، الباقي بيعرفون يسوي لهم هارفس، امور طيبة. يا البطاطا، وهذا شو؟ والله تصدقون هذا وضع لا نحسد عليه حاليا، الوضع مش اوكي، مش قادرين نحصل اكل، هاي مصيبة المصايب. بس اوكي الماي بعد عندنا مشكلة في الماي، يعني عندنا مخازن ماي بس ما عندنا مثل ما تقولون امداد ماي بما فيه الكفاية، وهذا مسوي لي ازمة بعد. زين الحين هذه جسور، هل هاي 3000؟ واو ويند ميل، ليش ما استعمل ويند ميل 1400 العود؟ هذا شو ريشن بور يسوي هذا؟ لا تقولون هذا يسقي الفان. خلنا نجرب نحط هذا، يعني هل هذا بيعطيه ماي؟ معقولة يعطي ماي هذا؟ أنا ما أدري شو السالفة. في احتمال تصدقون، ما ادري ليش احس اللعبة بتسوي كراش، سويت كراش من ساعة. سيف جيم. ايوة هذا معناه اذا هذا صدق اريجيشن يروي النباتات، صبر اذا هو صدق بيروي النباتات خلوني احط مكان على الاول، معناه انا جاي بالعيد بمعنى الكلمة. معناه أنا جاي بالعيد بكل ما في بكل ما من معنى. Must be built on the ground unique to this faction. Regates land around it. أيوة. انا راقد. طلع في حل، طلع في حل وانا ما ادري. زين لها الصبر، خلنا نجيب بمب ماي، نباب بمبات بومبس الماي. الوضع صعب مش سهل، اقدر اسوي سد عود هني وحطي ماي، بس هذا السد انا وش هنا واحد بس زيادة، هذا يحتاج موظفين اصلا، هي يحتاج موظفين فعلا.
لان هاي الحينه شو سالفتهم؟ هاي اللي علق خلي يقولون هاي علق برايهم، يعني 43 لق وما في حد قاعد يبني لهم، يعني شو اسوي لهم انا الحين برايهم؟ لكن الحين اذا اريجيشن عندي انا فعلا يروي لازم انا اسوي مصادر مي جديده، وهاي اللي خلنا نلغيهم اساسا. يس يرجع لي الماتيريال ولا شو؟ اظني يرجع لي الماتيريال صدقون. اوكي اذا هذا رجع لي الماتيريال معناه سوى لي شيء كبير. انزين الحين احنا خلنا من هذا كله نبغى شو اسمه الله نبغى نسوي زراعة. شو وضعها الزراعة؟ الأكل زاد، الأكل زاد، حلو الأكل زاد يا جماعة، الأكل زاد. هاي يبالها ورق، يبالها كذا، يبالها كذا، ماي فل 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 فل. زين نحن حطينا ماي تو مكان وين؟ هني صح؟ ما بعد قاعد يزيد مستوى الماي عندنا؟ ايه شوفوا استوت عندي الارض خضراء بس شوي تخضر وتروح. ها هذا معناه شو؟ شو لازم نسوي؟ لازم ننتج كميات مي اضخم. كيف ننتج كميات ماي اضخم؟ ابو اشوف عمق الماي. تعال شوفوا هني ماي عميق، وهذا حق ماي. يعني اذا اقدر اسوي سد، مشكلة يوم اسوي هذا الحين انا عندي باب، بس اذا رفعته لبوينت ون بغرق المدينة ولا يكون اوكي؟ لان اذا هذا بيزيد، اذا زاد مستوى الماي يزيد انتاج الماي. اوكي ما غرقت المدينة، المدينة ما غرقت، تأكد انها بتغرق ما ادري ليش، لان جربت مرة مرتين وكانت تغرق. بس اذا هاي السالفة ابى اسوي مصانع ماي هني، مخازن ماي، يعني بجيب بسوي سد كبير من هني لين هني فوقه مصادر ماي، اقدر اسوي 15 20 تانكي عادي، عندي ناس ما تداوم، عندي كل شيء صح، وعندي الماي هنا قام يتعبى. شوفوا هذا الماي قام يزيد، بس هذا قاعد يستهلك وايد ماي. صبر اريجيشن تاور طبعا هو اريح اذا كان اشوف كان في الليل غرق. خلنا نشوف هل في مد وجزر صدق ولا كان في خطأ فني؟ اظني لان كان اثنين بس من هذا، ايه لانه كان اثنين. اذا سالفتي شو بسوي؟ انا بخبركم اي بلدرز لوين يوصلون؟ يوصلون لين هني، من هني لين هني. اوكي بنسوي اول شيء سد ضخم من هني لين هني. السد هذا لازم يحتوي على هذا، شو وايد كبير على هذا. انزين بنسوي بالطريقة هاي سد، هذا مشروع جدا ضخم. حلو صبر نسوي على هاي، بنأكس عليهن. يس بنأكس عليهن لاني ابغى البيبان ضخمة مش بيبان صغيرة. انا اخر مرة انا شو استويت؟ العوز في البيبان، وهم مكلفات هاي على فكرة، ولكن تاهل الوضع تجربة الصراحة على أساس إنتاج موي ضخم بالطريقة هاي. زين الحين شو بنسوي؟ بنسوي بس قدامه ممر، بسوي جسر. أنا أحب أسوي جسور حق كل شيء ترى، جسور ياس تكلفني وايد ولكن أحس فنان. ليش؟ لأن الحين هذا يستوي شارع خلاص، يبقى هني يمكن ما استفيد منه حاليا، بس يعني الفكرة انه يكون بالطريقة هاي
اوكي استوي الشارع بالطريقه هاي. هذا راح يوفرنا عناء وايد ترى. انزين صبر انت بالطريقه هاي بتنحسني. تعال انزين دروت الحين انا وقت الجفاف ما بيكون عندنا ماي، ما بيكون عندنا كهرباء، ما بيكون عندنا اي شيء، كل شيء بيوقف على مخزون اللي موجود من عندنا. طبعا الخشب شوي تعدل عندي لانه انا سويت شوي مستعمره خشب جديده، لكن بيرد بيستوي سيء ترى، مش معناه بيتم على طول افضل. نحن هل نسوي الحين فقط لاجل انتاج كميه. شوفوا الماي اللي هني محتاج يسوي بحيره نفسها حق الماي، والله خطيره. شوفوا هاي الحين يوم ينبني هذا كم تكلفته بتكون صراحه شيء جبار. اصلا هاي الفلوس ترى هي تكلفتها عاليه هاي، بس اذا تكمل مشروع مالي واقدر احط 8 الى 12 من هاي ما بحتاج ماي ولا بحتاج اسوي انهر ولا بحتاج اسوي شيء. نشوفوا فترة الجفاف بعدها قاعد يرش ماي. يا حبيبي شو يسوي هذا؟ انا وايد مستهين كنت في الوضع، وايد مستهين في الوضع. انزين خلنا نشوف عندنا 700 بوينت اذا نقدر نصرف في مكان. انا اظني فتحت كل شيء اوريدي. 150 دبث ماركر. اوكي الحين التو بلوكس يكفون صراحة، التو بلوكس نظريا بيكفون، ولكن ولكن هل راح يبنونه اليوم ولا ما راح؟ والله انا اظني هذا بيطول اكثر ما اتخيل، لان البلانك استوى اسهل من اللوج عندي. انا سويت لنفسي مشكله وسويت البروسس البلانك اسهل عن هذا، سويت لنفسي ازمه. بس اذا بقدر اتبع النظام هذا الاريجيشن نفسه راح يكفيني من وايد مشاكل، لان هذا ما شاء الله اول شيء يغطي مساحه طيبه. شوفوا الحين هذا لوين يوصل؟ لفوق ما يوصل، ما يوصل. زين الحين هني اذا انا بسوي هذا النظام سيستم الاريجيشن مثلا يمكن بالطريقه، حتى بالطريقه هاي اقدر اسوي، اقدر اسوي هني واحد هني بروح محتاج مي. نقدر اسوي شير هني منها زينه منها غيره. انزين صبر نقدر نسوي هني، نقدر نسوي وايد اماكن. شوفوا هذا يتم مي اذا عندنا عمق كافي، يبقى عندنا ميه يتم المكان اخضر، فممكن نسوي اظني انفجره ما عندنا مشكله. بس المشكلة ان الماي بيخلص الحين، ان شاء الله يرجع لنا سيزن. بس هذا 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 الاختراع، هذا اختراع جبار، انا ما كنت ادريبه. يعني الحين لو احط الاريجيشن عندي محصول وايد خربان لانه جفاف. صبر نظام الري باختصار يعني. فإذا ببدأ أسوي نظام ري حقهم في المكان هذا مثلا، تعرفون شو يعني؟ يعني بغض النظر عن الموسم هاي المي يوقفون إنتاج أكل بغض النظر. بس هني بتين المشكلة الأساسية واللي هي قاعد تسوي شو يعني. نفس هني الحين هذا التانكي بيكفي شكله السيزن كامل، ما عنده مشكلة. 16 من 18 48 يعني بيكفي السيزن كامل، بس مشكلته وين؟ صبر مشكلته
حطي واحد بقدر احطيه هنا. بنسوي شي، بنحطي دري هني، بنكمل باثلين هني. يا سلام، هذا بعد سيستم اريجيشن ثاني، بس السيستم هذا بيسوي له مشاكل ثانيه. يعني اول شيء لازم هذا يخلص وهذا ينفتح كامل. هذا خلاص اجيبه، من يخلص هذاك انزل الهايت ماله زيرو ويعبي هذا المكان مي، ونقعد نسحب منه مي. يعني خلوني اجيب هذا بحبتين دقتين. اجيب هذا بيحتاج لا 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 يس، ابغى احتاج واحد اثنين ثلاثة عساس يكون الممر مع هذا. يعني المكان ماله كوست عالي، واحد اثنين ثلاثة بالطريقة هاي. اوكي، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ونقدر نوصله بالشارع هذا بالطريقة هذه، ونسوي شارع هني. والطاقة الداخلي، لأن الطاقة الخارجي بيكون شارع، ومن الداخل ينحط عندنا مسكت ولا ممر ولا منزال المي. هذا مشروع اذا خلص في سيزن واحد زين، بس نحن مثلا الحين وصلنا سيزن ما عندنا اصلا مي، نشفنا ليش؟ اظني هذا الاريجيشن نشف المي مالنا. بس زين، ارجع المي، ارجع المي، بيرجع شير، بيرجع اللوك، بنقدر نكمل مشاريع. يعني المهم انا بخليكم هالحلقه الحين، شوف الحلقه الجايه مع السد ان شاء الله يكتمل، بكمل السد وهذا، خبرتكم بالمخطط العام، وان شاء الله قريبا بموضوع الديناميت لتحاتون. مشكورين على متابعتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.